أعزائنا المتابعين، هاي قناتنا الثانية الخاصة بأخبار الطلاب، لا تنسوا تشتركون بها، رابط راح يكون مثبت بأول تعليق. سلفة عاجلة للموظفين المحالين على التقاعد. السلام عليكم متابعينا الكرام، قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسون تحطون لايك للفيديو وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات حتى توصلكم الأخبار العاجلة والمهمة من قناة أخبار العراق. طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب هيئة التقاعد العامة بصرف سلفة عاجلة للموظفين الذين أحيلوا على التقاعد مطلع العام الحالي. وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح أن تأخر معاملات هؤلاء الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد مطلع هذا العام كان بسبب ظروف حظر التجوال، إضافة إلى التقصير الحاصل من دوائرهم في عدم إكمال معاملاتهم بأسرع وقت. وبين الجبوري أن اللجنة دعت هيئة التقاعد العامة إلى صرف سلفة عاجلة إلى هؤلاء الموظفين المحالين على التقاعد وتتم تغطيتها مستقبلا من قبلهم من دون تحديد مقدار مبلغ هذه السلفة. الجبوري تطرق إلى تخصيصات وزارة الصحة التي وصفها بأنها قليلة ولا تناسب حجم الخطر والمشكلة، إلا أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط تسبب في حصول أزمة مالية ومن ثم التقصير باتجاه تمويل القطاع الصحي في البلد، منبها على التبرعات العينية والمادية التي وصلت من بعض البنوك والتجار وغيرها والتي غطت جزءا كبيرا من الاحتياجات بصورة جيدة. وكانت اللجنة المالية قد قدمت 3 مقترحات لتأجيل انفكاك الموظفين المحالين على التقاعد. أعزائنا المتابعين، هاي قناتنا الثانية الخاصة بأخبار الطلاب، لا تنسوا تشتركون بها، رابط راح يكون مثبت بأول تعليق.